نعم، آخر مستجد هو ما أعلن عنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قبل قليل، حيث قال أو اتهم مباشرة روسيا بأنها تخفي أدلة عن ما سماه جرائم حرب في بعض المدن والقرى التي كان يحتلها الجيش أو يسيطر عليها الجيش الروسي. نحن نعلم أن بلدة بوتشا أثارت غضب الكثيرين في المجتمع الدولي، لكن بحسب وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية تقوم بإخفاء ما سماه بآلاف الجثث من مناطق عدة قبل مغادرتها. وقال زيلينسكي أن ذلك لن يساعد على طي أو على كتمان ما سماه بجرائم الحرب هنا في أوكرانيا. كذلك طالب من ما سماه بالعالم الديمقراطي نعم حول هذه النقطة. نعم أسمعك. قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى حول بوتشا، هل نفهم أن ما حصل في بوتشا ممكن أن يكون تكرر في مناطق عدة كما يتم تداول أحاديث؟ نعم، كشفت بعض وسائل الإعلام المحلية اليوم على أن منطقة نودربينكا وهي تقريبا 40 كيلومتر عن شمال العاصمة الأوكرانية كييف قد قتل فيها بحسب وسائل إعلام محلية أوكرانية أكثر من 100 مدني، سموه في وسائل الإعلام هنا المحلية بأنهم قتلوا أحياء، وبأن هذه البلدة ستكون البلدة الثانية بعد منطقة بوتشا. وبالتالي قيل أنه بحسب وسائل الإعلام الأوكرانية المحلية هنا أنه تم قصف المدنيين في منازلهم أحياء من طرف سلاح الجو الروسي. روسيا كذلك نفت هذه الاتهامات ولمحت إلى أن هناك مبالغة، لكن الجهات محايدة في هذا الصراع أو في هذه الحرب الروسية الأوكرانية قالت أن هناك قتل المدنيين، خاصة أن هناك عديد الجثث منتشرة في بعض المناطق، ناهيك عما يجري في مدينة خاركوف ومدينة ماريوبول، خاصة أن مدينة ماريوبول في أقصى جنوب أوكرانيا تشهد منذ 24 فبراير قصف من سلاح الجو الروسي والسلاح البحري. باتت منطقة دونباس تقريبا بحسب وسائل الإعلام الأوكرانية من منطقة تقريبا دونياسك حتى منطقة خيرسون تحت سيطرة الجيش الروسي. صحيح أنه هناك معارك قوية، صحيح أنه سلاح الدفاع والقوات الأوكرانية تحاول دحر القوات الروسية، لكن هناك معلومات أخرى إضافية تقول كشفت اليوم، تقول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتجه إلى 9 مايو وهو التاريخ الذي أعلن فيه سابقا من أن الاتحاد السوفيتي انتصر على هتلر في الحرب العالمية الثانية، أن يكون حالة محاولة سيطرة على منطقة دونباس بالكامل، ويتم الإعلان عن ذلك في 9 مايو القادم بحسب مراكز استراتيجية كشفت عن هذه النقاط. وقالت أن بوتين يحاول أن يعطي للشعب الروسي أنه هناك انتصار على الأقل في الجنوب الأوكراني. بالجهة الأخرى وبالطرف الأوكراني يرون أنه لا بد من الحد من استيراد النفط الروسي، خاصة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي ركز على هذه النقطة في خطابه وطالب مما سماه بالعالم الديمقراطي بعدم استيراد النفط الروسي للضغط أكثر على النظام الروسي. نحن نعلم أن بنات الرئيس الروسي تم فرض أو يعني حجر كل المبالغ والأموال التي لديهم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا، وبالتالي يبدو أن عائلة بوتين باتت تؤدي فاتورة قرار الرئيس الروسي بالإعلان عن الحرب العسكرية الروسية على أوكرانيا. من جهة أخرى أعلن البنتاغون وزارة
الدفاع الأمريكية كذلك على أن سيتم تزويد الجيش الأوكراني بطائرات بدون طيار، وهذه الطائرات من نوع كاميكاز، يعني طائرات انتحارية. قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأوكرانية حققت انتصارا وأنها ستحقق مفاجآت في المستقبل كذلك في هذه الحرب. وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية فإن القوات الروسية خرجت خالية اليدين من هذه الحرب، على الأقل بحسب الرواية الأمريكية.